في عندنا موضوع مهم جدا، لانه زي ما بقول لحضراتكم امبارح من بعد اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات الجدول الزمني وكل التفاصيل طبعا المتعلقه بالملف ده، قلت لحضراتكم من دلوقتي احنا هتبقى عينينا على اجواء السباق الانتخابي. من حيث الاحزاب والقوى السياسيه بيفكروا ازاي، بيعملوا ايه، ازاي بيستعدوا، ايه شايفين الدنيا ازاي، كل الخطوات طبعا وصولا لاعلان النتيجه باذن الله، ويبقى المواطن المصري هو اللي ليه طبعا يعني هو الفيصل في الاختيار وكتابه مستقبل بلده. فالحقيقه ما فيش اقل من 24 ساعه وبدات ردود الافعال، وطبيعي انك تبقى ليك رد فعل وانك تعلق كل حاجه، لكن قصه انه يعني ايه المساله تتاخد في حته او في سياق يعني انا اسفه بس غير مفهوم، بمعنى ان الكلام اللي اتقال النهارده على لسان البعض هو كلام مشابه لكلام حصل في استحقاقات انتخابيه سابقه، مع ان نفس الجدول الزمني تقريبا بنفس المدة البينية اللي هي الفترة ما بين يعني كل خطوة في الجدول الزمني تكاد تكون واحدة. وتحديدا بكلم حضراتكم على نقطة الاعتراض والرد عليها، اللي هي الفترة الزمنية الخاصة بأن الأحزاب اللي ليها مرشح تبدأ إن هي تجمع التوكيلات. تعرفين طبعا وفقا للدستور والقانون انت عندك طريقتين، يا اما تجمع توكيلات من عدد من المحافظات، بنتكلم عن 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وحد أدنى يعني من كل محافظة 1000 توكيل تقريبا، أو الطريق الثاني انك تاخد التوكيلات دي من مجلس النواب محتاج 20 توكيل، اللي هي التزكية من مجلس النواب أو من أعضاء مجلس النواب اللي هم 20 عضو. الفترة اللي بنتكلم فيها عشان تجمع التوكيلات دي 20 يوم، وال 20 يوم دول ما هماش بدعه، وحصل قبل كده نفس الفتره او نفس المده دي في انتخابات سابقه. المقدمه اللي بقولها لحضراتكم دي ليه بقى؟ لان عندنا الحركه المدنيه اللي طبعا بيتكون منها بعض الاحزاب اتكلمت او طلعت بيان خاص بالانتخابات الرئاسية، ممكن تاخدوا مثلا هو تشكيك، أو ممكن تاخدوا ان هم بيقولوا ان هو ده تعجيز ليهم أو محاولة لإبعادهم أو إثنائهم عن خوض الانتخابات الرئاسية لما اتكلموا على طول في قصة الجدول الزمني والفترة الخاصة بجمع التوكيلات. ونفس الكلام طبعا انه قالوا اللي بقول لحضراتكم ان المدة غير كافية وما نقدرش ودي ضغط ومش هنلحق وكذا وكذا وكذا، على الرغم انه لما نرجع بقى سيبكم من الكلام اللي انا قلته في الاول نشوف الدستور والنصوص القانونية اللي بتنظم العملية الانتخابية بتقول ايه، كل الاستحقاق الدستورية او الانتخابية اللي سابقة اتعاملت ازاي، هنلاقي ان اللي انا بقول لحضراتكم او اللي اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات هي نفس الالية اللي تم اعلانها قبل كده سواء في انتخابات 2014 وفي 2018. كان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اعلن امبارح في المؤتمر انه تمت الاتاحة لراغبي الترشح وان هم ليهم الفرصة كاملة في ان هم يجمعوا التوكيلات من قبل المواطنين بالمحافظات او يحصلوا على تأييد من أعضاء مجلس النواب خلال فترة العشرين يوم. ده هيكون بداية من إعلان الجدول الزمني للانتخابات وفقا للدستور، وطبعا الرقم 22 سنة 2014 ورقم 45 والقانون رقم 198 لسنة 2014 بخصوص الهيئة الوطنية للانتخابات. وبكده يحق لكل مرشح من ساعة لما الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن دعوة الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية في ان هم يبدأوا في جمع التوكيلات والحصول على تزكية اعضاء مجلس النواب بداية من يوم 25 سبتمبر ولغاية ما يتقفل باب تلقي اوراق الترشح يوم 14 اكتوبر اللي جاي. وبكده تكون المدة الزمنية المتاحة لراغبي الترشح في جمع التوكيلات او يحصلوا على تزكية اعضاء مجلس النواب اكتر من 20 يوم بشوية، هي نفس المدة اللي سبق والهيئة الوطنية للانتخابات ادتها برضو في كافة الاستحقاقات الرئاسية السابقة. فبالتالي يعني الكلام ان هو مفيش جديد، هو ده نفس الكلام ونفس المدة، طب ايه اللي يفرق؟ ايه اللي اتغير؟